ما الذي يجري؟ ماذا هناك؟ هاني وشاد يجسوسان للحاسوب الرئيسي. ماذا؟ نعم، لقد اختلقت رواية وحدة برمجة غير مستعملة لأعرف ما بهما. لتعرف ما بهما؟ لابد أنهما بتصرف الحاسوب الرئيسي عبر آلات مصغرة مزروعة فيهما. بتصرفه؟ إذن هما لن يعودا إلى طبيعتهما أبدا. لا، لينا. أوه لا، لابد أن الحاسوب الرئيسي قد علم بأمر هذا المكان. علينا أن نختبئ. صحيح، ذكور النحل قد يصلون إلى هنا في أي لحظة الآن. لا، هاني شاطرة. لينا انتظري. اسمعي لينا، يجب أن لا نعود إلى هنا مرة أخرى. ذكور النحل مقبلون. ما الذي سنفعله؟ يجب أن نحصن المكان. أخطبوط، أين الأماكن الآمنة الأخرى؟ غير موجودة. إذن علينا أن نتجه حالا إلى الغرفة الأساسية. هيا لنذهب. ماذا؟ لا، هذا تهور. لا، لا نستطيع أن نظل هاربين إلى الأبد. إن لم نسرع فلن يعود هاني وشادة إلى طبيعتهما. وما الذي سنفعله بشأن ذكور النحل؟ يا جماعة، انظروا إلى هذا، انظروا ماذا وجدت. إنه جهاز رذاذ انعكاس الأشعة ما تحت الحمراء. هل تذكرون كيف ألهينا ذكور النحل باستخدام المرآة؟ ربما ينجح هذا. لا، ربما لن ينجح هذا. حسناً، يبدو أنه كثيف جداً، لكنني لا أظن أنه يكفي للتأثير في جهازي الحساس. لا، لا يكفي للتأثير. لا خيار آخر لنا، فلنعتمد على حظنا. لا، لا أفهم أي شيء يجري هنا. أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يحاول هاني وشادي قتلنا بسرعة. هذا صحيح، إن الفرص متاحة لهما. لماذا تبعا مراقبة لينا منذ عودتهما؟ هل يحاولان شيئا؟ هل يريدان أن يؤذياها؟ ماذا يريدان منها؟ أنا لاحظت هذا أيضا. ربما كان هاني وشادي يحاولان معرفة قدرة لينا السحرية. ماذا؟ قدرة السحرية؟ حين أنقذت آدم قرب البحيرة رأيته يرتفع للحظة. ألم تكن تلك قدرتك الذهنية؟ قدرة ذهنية؟ عندي أنا؟ أو ربما تكون الآلات المصغرة. لا أصدق هذا. ها قد أتوا. قدرة لينا الذهنية، أريد هذه القدرة. أريد أن أحلل تلك القدرة المجهولة وآخذها لنفسي. لا وقت نضيع، أحتاج إلى هذه القدرة، أحتاج إليها لإنقاذ الكوكب. هذا جيد، هيا بنا. اختبئوا هيا. كمال، لقد وجدت مصعدا هناك. وهذا أيضا.
لينا اسمعيني جيدا لينفصل بعضنا عن بعض. نتقابل إذن في الغرفة الأساسية. فيلان انتبه. لينا أسرعي. لابد من وجود كثير من ذكور النحل حول الغرفة الأساسية، يجب أن نركز. جيد، هيا بنا. من هنا، الغرفة الأساسية في الأعلى. هيا من هنا. لحسن الحظ عدد كبير من ذكور النحل على طريقنا. شادية. انتبهوا. كفى شادية، توقفي. شادية ليست مسيطرة على نفسها. ما الذي علينا أن نفعله بلال؟ يا للهول. نعم أنا على ما يرام، وأنت لينا؟ أنا بخير، لا تقلق. هذه هي الروحية. حسنا، ها نحن ننطلق. آه يا للهول، إنها تقترب. ماذا نفعل؟ هذا لا يفيدها على الإطلاق. حسنا، أنا سأهتم بها. شادية. آسف شادية. بلال، كيف حال شادية؟ إنها بخير، لقد أغمي عليها فقط. هيا بنا لنسرع. إذن الحاسوب الرئيسي موجود في هذه الغرفة؟ صحيح. ها هم أتوا. اختبئوا. يا للهول. لينا. أنا السبب؟ لينا انتظري. هاني، هاني، هاني. اجمد انت ايضا كمال. ان تحركتم فساقتل ادم وكمال وشيكو. تراجعوا، هيا تراجعوا. هل
أنت هو الحاسوب الآلي؟ لماذا تفعل هذا بنا؟ أريد قدرتك لينا. ماذا تعني بأنك تريد قدرتي؟ عندك قدرات ذهنية تتخطى الآلات المصغرة. أريد تحليل قدرتك ومعرفة مصدرها. أريد أن آخذها لي. لماذا تريد قدرتي؟ حسبتك لا تحتاج إلينا نحن البشر. صحيح، لكنك استعملت قدرة ذهنية ليست داخل معلوماتي. إن امتلكتها فسأتطور أكثر وأكثر. لا يمكنك هذا، أتسمع؟ سأتفحصك الآن. لينا! لا تقلق أبدا، أنا بخير. لينا! أنا بخير. في جسمك آلات مصغرة، وبغير هذا لا تختلفين عن الآخرين أبدا. أنا لا أفهم لماذا عندك قدرات مميزة. من يدري لماذا؟ لينا! توقفوا! قلت لكم توقفوا! أنزل شادية وانضم إلى كمال. تعالي إلى هنا شادية. اترك السلاح هناك. جيد. اسمع أيها الحاسوب، أنا موجودة أمامك، يمكنك أن تتفحصني كما تشاء، لكن عاد هاني وشادة إلى طبيعتهما. إنهما صديقاي ولن أتخلى عنهما. صديقاكي؟ بحسب اختباري استخدمت قدرتك حين جربت مساعدة أصدقائك. اختبارك؟ لم تعرفي ما هذا؟ لقد سيطرت عليهما ووضعت فيهما آلات مصغرة، لكنهما لا يختلفان عمن على هذا الكوكب. لقد سيطرت عليهما للاختبار؟ إذن أحتاج إلى اختبارات أخرى. رأيتك تستخدمين قدرتك. إنني أحس بقدرتك الآن. ستدفع ثمن هذا. من هنا تأتي قدرتك؟ أعرف هذا. البشر الأغبياء يظهرون الغضب حين يفقدون السيطرة على المنطق. لينا، إن أدخلت الغضب والكراهية فسأحصل على قوة جديدة. الأمر خسرته. أرجوك أوقف هذا الهراء، أريد التحدث إليك. أوقفه حالا. الحديث لا ينفع، أنا لا أهتم إلا بقدرتك. أنت مخلوق عادي لكن له قدرة غامضة. هاني، آدم، هيا. الآن أريني قدرتك. انظري ماذا يفعل بصديقك. اغضبي. هذا صحيح، البشر كرروا تصرفات غاضبة غبية لتدمير هذا الكوكب عبر التاريخ. إن كنت تفكرين في البيئة الكونية فحول الكواكب غير الأرضية إلى كواكب يعيش فيها البشر براحة وسلام. قد نحقق شيئا صغيرا في الكون العملاق،
أريد أن أكافح وأزرع شجرة الحياة على الكواكب حيث لا توجد حياة. هذا هو هدفي يا ابنتي. شجرة حياة. أبي. لينا، أريد منك أن تزرعي أيضا شجرة الحياة. أبي. هاني وشادي لن يؤذي آدم لأننا أصدقاء. هذه الحقيقة، إننا لينا. أصدقاء. نحن أصدقاء وسنتابع زراعة شجرة حياة. هذا جيد. هاني! شادية! من هذا؟ من يوجد هناك؟ هذه أنا، لينا. لينا، أنا هنا أيضا. هاني! شادية! هذا أنا آدم. أنا هنا أيضا. أنا أيضا. هل نسيتما أمرنا؟ نحن أصدقاؤكما. لا. لا، نحن لم ننسى. يا هاني، لقد قتلنا كثيرا ولكننا تسلينا، ألا تذكر ذلك؟ بلى، لكني الآن مع الحاسوب الرئيسي. صحيح، نحن مع الحاسوب الرئيسي بلال. هذا ليس صحيحا. لستما على طبيعتكما. لستما على طبيعتكما. أنا لستما على طبيعتكما. أنا لسنا طبيعيين هاني. صحيح، لستما على طبيعتكما. إن فكركما حر. لا أحد يسيطر عليكما، أنتما حران. نحن أصدقاء. أصدقاء؟ صحيح. أعلم أنكما تعرفان هذا. نحن أصدقاء. أصدقاء. كنت دائما بجانبي. في الفرح. شادية! لينا! في الحزن. بالأمل رفهنا عن بعضنا وتخطينا الصعوبات وأكملنا طريقنا. نجحنا، لاحظوا هذا. معا عشنا. هاني! شادية! هاني! شادية! هذا جيد. شادية!
القدرة. لست أفهم، ما الذي أفعله أنا هنا؟ ما هذا؟ ماذا يجري؟ لقد عدتما إلينا. لينا. لينا، ما بك؟ هاني. هاني شادية. رائع. ما هذه القدرة؟ ليست من مشاعر البشر التي أعرفها. هذا قوي جدا وهادئ. لا أدري، لكن يبدو أني أحتاج إلى قدرتكم جميعا لحماية هذا الكوكب. قلت إنك لا تحتاج إلى البشر. مهلا، هناك أمور نحن وحدنا قادرون على فعلها كما يقول الحاسوب. الحلقة المقبلة، مصير هذا الكوكب. لا أفهم أي شيء يجري هنا. أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يحاول هاني وشادي قتلنا بسرعة. هذا صحيح، إن الفرص متاحة لهما. لماذا تبعا مراقبة لينا منذ عودتهما؟ هل يحاولان شيئا؟ هل يريدان أن يؤذياها؟ ماذا يريدان منها؟ أنا لاحظت هذا أيضا. ربما كان هاني وشادي يحاولان معرفة قدرة لينا السحرية. ماذا؟ قدرة السحرية؟ حين أنقذت آدم قرب البحيرة رأيته يرتفع للحظة. ألم تكن تلك قدرتك الذهنية؟ قدرة ذهنية؟ عندي أنا؟ أو ربما تكون الآلات المصغرة. لا أصدق هذا. ها قد أتوا. قدرة لينا الذهنية، أريد هذه القدرة. أريد أن أحلل تلك القدرة المجهولة وأخذها لنفسي. لا وقت نضيع، أحتاج إلى هذه القدرة، أحتاج إليها لإنقاذ الكوكب. هذا جيد، هيا بنا. اختبئوا، هيا. كمال، لقد وجدت مصعدا هناك. وهذا أيضا. لينا اسمعيني جيدا، لينفصل بعضنا عن بعض. نتقابل إذن في الغرفة الأساسية. بلال انتبه. لينا أسرعي. لابد من وجود كثير من ذكور النحل حول الغرفة الأساسية، يجب أن نركز. جيد، هيا بنا. من هنا، الغرفة الأساسية في الأعلى. هيا من أمامك، يمكنك أن تتفحصني كما تشاء، لكن عاد هاني وشادة إلى طبيعتهما، إنهما صديقاي ولن أتخلى عنهما. صديقاكي؟ بحسب اختباري استخدمت قدرتك حين جربت مساعدة أصدقائك. اختبارك؟ لم تعرفي ما هذا؟ لقد سيطرت عليهما ووضعت فيهما آلات مصغرة، لكنهما لا يختلفان عمن على هذا الكوكب.
الجبال؟ إذن أحتاج إلى اختبارات أخرى. رأيتك تستخدمين قدرتك. إنني أحس بقدرتك الآن. ستدفع ثمن هذا. من هنا تأتي قدرتك؟ أعرف هذا. البشر الأغبياء يظهرون الغضب حين يفقدون السيطرة على المنطق. لينا، إن أدخلت الغضب والكراهية فسأحصل على قوة جديدة. الأمر خسرته. أرجوك أوقف هذا الهراء، أريد التحدث إليك، أوقفه حالا. الحديث لا ينفع، أنا لا أهتم إلا بقدرتك. أنت مخلوق عادي لكن له قدرة غامضة. هاني آدم هيا. الآن أريني قدرتك. انظري ماذا يفعل بصديقك. اغضبي. هذا صحيح، البشر كرروا تصرفات غاضبة غبية لتدمير هذا الكوكب عبر التاريخ. إن كنت تفكرين في البيئة الكونية فحول الكواكب. انتظري. هاني، هاني، هاني. اجمد، انت ايضا كمال. ان تحركتم فساقتل ادم وكمال وشيكو. تراجعوا، هيا تراجعوا. هل أنت هو الحاسوب الآلي؟ لماذا تفعل هذا بنا؟ أريد قدرتك لينا. ماذا تعني بأنك تريد قدرتي؟ عندك قدرات ذهنية تتخطى الآلات المصغرة. أريد تحليل قدرتك ومعرفة مصدرها. أريد أن آخذها لي. لماذا تريد قدرتي؟ حسبتك لا تحتاج إلينا نحن البشر. صحيح، لكنك استعملت قدرة ذهنية ليست داخل معلوماتي. إن امتلكتها فسأتطور أكثر وأكثر. لا يمكنك هذا، أتسمع؟ سأتفحصك الآن. لينا! لا تقلق أبدا، أنا بخير. لينا، أنا بخير. في جسمك آلات مصغرة، وبغير هذا لا تختلفين عن الآخرين أبدا. أنا لا أفهم لماذا عندك قدرات مميزة. من يدري لماذا؟ لينا، توقفوا. قلت لكم توقفوا.
أنزل شادية وانضم إلى كمال. تعالي إلى هنا شادية. اتركي السلاح هناك. جيد. اسمع أيها الحاسوب، أنا موجودة من هنا. لحسن الحظ عدد كبير من ذكور النحل على طريقنا. شادية. انتبهوا. كفى شادية، توقفي. شادية ليست مسيطرة على نفسها، ما الذي علينا أن نفعله بلال؟ يا للهول. هل أنتم بخير؟ نعم أنا على ما يرام، وأنت لينا؟ أنا بخير، لا تقلق. هذه هي الروحية. حسنا، ها نحن ننطلق. نفعل هذا، لا يفيدها على الإطلاق. حسنا، أنا سأهتم بها. شادية. آسف شادية. بلال، كيف حال شادية؟ إنها بخير، لقد أغمي عليها فقط. هيا بنا لنسرع. إذن الحاسوب الرئيسي موجود في هذه الغرفة؟ صحيح. ها هم أتون. اختبئوا. يا للهول. لينا. أنا السبب؟ شادية، هاني. ما الذي يجري؟ ماذا هناك؟ هاني وشادية جاسوسان للحاسوب الرئيسي. ماذا؟ نعم، لقد اختلقت رواية وحدة برمجة غير مستعملة لأعرف ما بهما. لتعرف ما بهما؟ لابد أنهما بتصرف الحاسوب الرئيسي عبر آلات مصغرة مزروعة فيهما. بتصرفه؟ إذن هما لن يعودا إلى طبيعتهما أبداً. لينا. أوه لا، لابد أن الحاسوب الرئيسي قد علم بأمر هذا المكان. علينا أن نختبئ. صحيح، ذكور النحل قد يصلون إلى هنا في أي لحظة الآن. أوه لا. لينا انتظري. اسمعي لينا، يجب ألا نعود إلى هنا مرة أخرى. لا، نحن
ذكور النحل مقبلون. ما الذي سنفعله؟ يجب أن نحصن المكان. أخطبوط، أين الأماكن الآمنة الأخرى؟ غير موجودة. إذن علينا أن نتجه حالا إلى الغرفة الأساسية. هيا لنذهب. ماذا؟ لا، هذا تهور. لا، لا نستطيع أن نظل هاربين إلى الأبد. إن لم نسرع فلن يعود هاني وشادة إلى طبيعتهما. وما الذي سنفعله بشأن ذكور النحل؟ يا جماعة انظروا إلى هذا، انظروا ماذا وجدت. إنه جهاز رذاذ انعكاس الأشعة ما تحت الحمراء. هل تذكرون كيف ألهينا ذكور النحل باستخدام المرآة؟ ربما ينجح هذا. ربما لن ينجح هذا. حسناً، يبدو أنه كثيف جداً، لكنني لا أظن أنه يكفي للتأثير في جهازي الحساس. لا لا، يكفي للتأثير. لا خيار آخر لنا، فلنعتمد على حظنا.